من رأى أنه يؤذن في المنام ويصلي ما عليه من فريضة فإنه يرزق بحجة وعمرة في هذا العام، نسبة لقول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. ومن رأى أنه يؤذن في المنام وهو في الحقيقة غير مؤذن فإنه ينال ولاية ورياسة ورفعة إن كان أهلا لها. من رأى أنه يؤذن غير الآذان أو يزيد في آذانه أو ينقص فإنه يجور في حياته، فليتعظ، وخيركم من يوعظ في منامه. من رأى أنه يؤذن وهو غير أهل للرياسة فإن تجارته تربح ويصبح له مكانا بين علية القوم. من رأى أنه يؤذن على تل فإنه يلي ولاية من رجل أعجمي غريب، وإن رأى أنه يؤذن على حائط فإنه يدعو رجلا إلى الصلح، وإن رأى أنه يؤذن في مكان غير أهل بالأذان فإنه يدعو رجلا إلى الصلح ولكنه من المنافقين ويرفض. ومن رأى أنه يؤذن على منارة فإنه يدعو الناس إلى منهج الله تعالى وعقيدته. ومن رأى أنه يؤذن في بئر فإنه يدعو الناس إلى سفر بعيد، وإذا أذن على حائط فإنه يخون جاره، وإذا أذن على سطح منزل فإن صاحب البيت يموت، وإذا أذن بين قوم ولم يجيبوه فإنه يعاشر قوما منافقون، لقول الله تعالى: فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. ومن رأى أنه يؤذن فوق الكعبة فإنه صاحب بدعة، أو أنه يسب الصحابة رضي الله عنهم، أو أنه يرتد عن الإسلام، أو أنه يحدث منه فساد في دين الله تعالى. ومن أذن وأقام الصلاة فإنه يحيي سنة. ومن رأى أنه يؤذن في حمام فإنه يعاشر قوم شياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن. ومن رأى أنه يؤذن بحرم بيت الله الحرام فإنه يصاب بالحمى. أما من رأى أنه يؤذن في قافلة فإنه يسرق وتقطع يده، لقول الله تعالى: أيتها العير إنكم لسارقون. أما إذا أذن على باب ملك أو باب سلطان فإنه يشهد شهادة حق، وإن أذن في المقابر فإنه جاسوس أو لص، وإن أذن وسط العساكر فإنه جاسوس للبلد. ومن سمع أذان في السوق فإنه يموت أحد التجار الكبار، وإن سمع الأذان بصوت قبيح فإنه ينادى عليه في مكروه أو في أمر يغضب الله تعالى. وكان رأي ابن سيرين في الأذان إنه فرقة لشريك معك.